بسم الله الرحمن الرحيم. انا العاون حرس البلدي النصرية دهناني، ولاية سوق عراس، مفرزة بوكبش. تعرضت للوعكة صحية سنة 2010، بالتحديد في 31 جويلية. بقيت نعاني في الصحة تاعي، وفي نفس الوقت نأدي في المهام في الحاجز الثابت على مستوى نقطة حمام تاسا حتى 16 أوت 2008. التحقت بالمستشفى الولائي تاع سوق عراس، من بعد التحقت بالأخصائيين، وين تلزمت المستشفى تاع على مستوى قسنطينة، مستشفى ابن باديس، مدة تاع 27 يوم، حتى اتضح عندي أنه عندي مرض عافاكم الله، روماتيزم من نوع الاسبيا على مستوى المفصل تاع القدم وتاع المساطة لهنا. وبقيت نعاني المدة ذي، كنت ما نوقفش خلاص، ما لقيتش إعانة من المؤسسة اللي ننتمي لها، هي مؤسسة الحرس البلدي. تعبت الوقت هذاك، تعبت ياسر، لحد الساعة أني نتلقى غير المنحة تاع لاكازوراك اللي نخلص منها تاع الضمان الاجتماعي، نداوي بدراهمي. المؤسسة تاعنا عندها لي سوسيال كيما نقولوا لها لي زوفر سوسيو باللغه الاجنبيه، ما عنديش الحق اني نداوي غير اذا كان في العمليات الجراحيه ولا النظاره الطبيه، هذا برنامج خاص بهم هما. اتضح بعد المده ذيك انه المرض تاعي مرض مزمن نسبه 100% حسب تشخيص الاطباء والخبير الطبي. بقيت مدة تاع 6 أشهر مع الضمان الاجتماعي، وأنا في جدال معاهم، حتى توقفت لي شهرية مدة تاع 6 أشهر، حتى خرجت الخبرة الطبية ونسبوا لي الوضعية تاعي. تلقيت المنحة الشهرية تاعي من الضمان الاجتماعي، طلبوا لي أطباء من قسنطينة أني نلتحق بالمستشفى على مستوى الجزائر العاصمة، مستشفى بن عكنون. بعثت لهم رسالة اللي وجهني بها طبيب، لحد الآن ما تلاقيتش حتى رد. متى بعثتها؟ بعثتها في أوت 2011. لحد الآن ما جاوبوك؟ لحد الآن دو حتى الرقم الهاتف تاعي، لا اتصلوا بي ولا رجعوا لي البرية تاعي بلي راي رفض ولا قبول ولا. لحد الآن نستعمل في الدواء تاع المرض المزمن. النوع هذا حسب تشخيص الأطباء أنه مرض متحرك. في المدة الأخرى تاع شهر رمضان 5 جويلية تلزمت بالمستشفى مستوى سوق عراس أنه تنقل لي المرض حسب التشخيص الأخير للفك الأيمن على مستوى الوجه لهنا، وباقي نعاني. نطلب من السلطات المعنية يتكفلوا بي أنا وبالفئة، لأنه كاين ناس ممكن أنا وفقني ربي الفرصة جتني أني هدرت ناس أخرى مساكن ما قدروش يهدروا. ونطلب من السلطات ينظروا للفئة تاع الحرس البلدي، سيرتو المرضى والمعطوبين، لأنه الأسباب حسب تشخيص الأطباء هي سبب مهني محض، لانه يقول لك هما ما حبوش يستعرفوا بلي سب مستدام. ما لحد الان ما تلقيت حتى رد، حد مهني ولا ما كانش، لانه عندي وثائق تثبت بلي راه تعرضت للحادث اثناء اداء المهام، بشهاده قائد الفوج وشهاده قائد المفرز وشهاده بعض الاعوان، وثائق تثبت. ما تلقيت حتى رد لحد الساعة. طلبت التعويضات تاع العطل السنوية تاع المدة اللي راني قضيتها، هدرولي قالوا لي باللي راي العطلة المرضية تلغي العطل السنوية، لا تلقيت عليها ماديا،
ما كان حتى رد لحد الساعة. أنا من الناس اللي طلبوا تقاعد النسبي لظروف تاعي الصحية، لأني ما زلت الحمد لله صغير، كنت جيت صحيح نخدم على وليداتي لأني أب لطفلين، والظروف الاجتماعية قاسية. الدواء يعني المصالح يعني ليزوتوريتي لوكال، نعم، ولا ليزوتوريتي ولايال هنا بسوق هراس. سوق هراس على مستوى سوق هراس، هنا على مستوى سوق هراس اسكو عاونوك ولا ما عاونونيش؟ ما تلقيت لا 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 يعني لا من الولايه لا لا من المندوبيه تاع. طب سي با بوسيبل، المرض تاعك لازم يتداوى. نورمالمون يتداوى. انا ما لقيتش لحد الساعه، ما لقيتش اعانات. يعني بان نروح والوقت هذا ما يسمحش، الشهريه تاع الانسان ما يقدرش من باي دي بلاسي بها يتحرك بها للجزائر. ولا انا كنت في قسنطينه راقد الوقت هذاك اللي حبست انا مده تاع 6 شهور ما خلصتش. كثر خير ربي سبحانه والاعوان عاونوني، زملاء تاعي والعائله. السكن نسكن مع الوالد في بيت وحده. انا نطلب من ربي سبحانه الاول انه يشفيني قبل كلش، لان الصحه ما تتقدرش بثمن. ونطلب من السلطات لاني اديت الواجب تاعي الحمد لله بلا مزيتي البلاد هذه نحبوها وبلادنا سبحان الله. وممتو عندي فيها حق لاني مانيش نطلب في المستحيل، لانك قبل كل شيء مواطن، مواطن جزائري وعندك حق في المواطنه. عندي حق نداوي نعيش فيها نسكن فيها نخدم فيها بلادي الحمد لله. فما بالك انسان كان يخدم وصابه ربي سبحانه بمرض مزمن. نطلب من المسؤولين يراعوا الامور هذه، لان ممكن للناس تبان لهم امور بسيطه، انا كانسان مريض تبان لي كبيره ياسر، لانه اعز ما يملك الانسان صحته في الدنيا هذه، ما تخلفش الصحه هذه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.